بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومائل للبرودة بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائل للدفء على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء، وفي النهاردة فرص لأمطار ضعيفة على القاهرة الكبرى وأمطار خفيفة على فترات متقطعة على جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس. كمان في أمطار خفيفة المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية. كمان في صبح بدري شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك يا فندم. طمنينا عن حالة الطقس، خصوصا ان احنا حاسين لسه في استمرار في انخفاض درجات الحرارة ولسه متأثرين بالكتل الهوائية اللي جايه لنا من اوروبا. بالفعل احنا اليوم طبعا هيستمر فرص وكميات الامطار على اغلب المناطق الموجودة في شمال البلاد، مع استمرار كمان انخفاض درجات الحرارة على اغلب الانحاء، لان احنا بنتاثر بامتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فبتحجب جزء من اشعه الشمس وتساعد على الاحساس بانخفاض درجات الحراره. كمان منخفض جوي موجود على سطح البحر المتوسط مع كتل هوائيه قادمه من جنوب وشرق اوروبا مرورا بالبحر المتوسط منخفضه بدرجات حرارتها، فبتساعدنا كمان على الاحساس بانخفاض درجات الحراره. فبنحس اول فتره الصباح بالاجواء ما بين البارده لشديده البروده، مع تقدم ساعات النهار الاجواء بتتحول لاجواء مائله للبروده على اغلب المناطق الموجوده في سواحلنا الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، محافظات شمال الصعيد، اجواء مائله للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فتره النهار. احنا اليوم العظمى على القاهره الكبرى متوقع تكون 17 درجه مئويه خلال فتره النهار. أول ما أشعة الشمس بتغيب وبندخل في فترات الليل بيبدأ يحصل مرة أخرى انخفاض ملحوظ وجديد في درجات الحرارة، خاصة فترة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر. الصغرى فترة الليل على القاهرة الكبرى بتكون 9 درجات، محافظات شمال الصعيد 4 و5 درجات، وسط سيناء ومرتفعات سانت كاترين بتوصل للصفر واحيانا تحت الصفر. فاجواء فتره الليل بتكون شديده البروده على كافه مناطق الجمهوريه. الصقيع بيتكون على المزروعات الموجوده في وسط سيناء وشمال الصعيد محافظه الوادي الجديد بسبب انخفاض درجات الحراره الشديد. اجواء بتكون يعني اكثر بروده وقارصه البروده في المدن الجديده المحافظات اللي لها ظهير صحراوي كبير. بالإضافة كمان مع وجود المنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا هيستمر اليوم فرص الأمطار، لكن أمطار اليوم هتكون أقل من الأمطار اللي شهدناها خلال الأيام الماضية، لأن كميات الأمطار اليوم على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط هتكون أمطار خفيفة المتوسطة، يعني ممكن تكون خفيفة في بعض الأماكن، متوسطة في بعض الأماكن على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري مرورا طبعا بمطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش. فرص الأمطار هتمتد أمطار خفيفة لمحافظات جنوب الوجه البحري، القاهرة الكبرى، خليج السويس، لكن زي ما بنأكد الأمطار بتكون على فترات متقطعة من اليوم، شدتها بتختلف من مكان لمكان. إن شاء الله في المناطق الداخلية ما تأثرش تماما على أعمال الأنشطة اليومية. كمان فترة الصباح الباكر تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكنها شبورة مائية خفيفة تلاشت مع سطوع أشعة الشمس. إن شاء الله متوقع من غدا تبدأ مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا تختلف، تبدأ تكون كتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، نبدأ نحس بارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، ونبدأ نحس بالاستقرار في الأحوال الجوية إن شاء الله اعتبارا من الجمعة ولحد منتصف الأسبوع القادم. طيب في ظواهر جوية تانية مختلفة زي مثلا في رياح محملة مثلا بالأتربة، أو لو كانت موجودة فين بكثافة عشان ناخد بالنا؟ هو طبعا يعني في نشاط للرياح يمكن هنحس بيه أكتر في الغدا، يمكن اللي موجود اليوم، لكن مضمن نشاط الرياح على أغلب المناطق مش هيكون مؤثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، لأنه مش هيكون مثير للرمال والأتربة، هيكون فقط يخلينا نحس ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، خاصة في محافظات جنوب سيناء، المحافظات الموجودة في سواحلنا الشمالية الغربية.
غدا ان شاء الله نشاط الرياح هيشمل كمان القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري، سرعاته ما بين ال 30 الى ال 40 كيلو متر على الساعه، لكن بناكد نشاط الرياح ان شاء الله مش المثير للرمال والاتربه، فقط يخلينا نحس بالاجواء الشتويه، بالاضافه كمان ان في اعتدال في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط. البحرين هيكونوا مؤهلين لاعمال الصيد والملاحه البحريه، لكن ناخد بالنا من تعمق يعني المواطنين داخل عمق البحر المتوسط او البحر الاحمر، ان داخل عمق البحار في ارتفاع للامواج بيوصل احيانا ل 3 متر في البحر المتوسط. مشكورك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه، وهنبداها بالقاهره للعظمى فيها 17 والصغرى 9، العاصمه الاداريه 17 8، اسكندرية 16-9، العلمين الجديدة 16-9، مطروح 16-10، دمياط 17-10، بورسعيد 17-10، الإسماعيلية 18-6، السويس 17-7، العريش العظمى فيها 17 والصغرى 9، سانت كاترين 10-1 تحت الصفر، طابة 15-9، حلايب 20-13، شلاتين 22-14، شرم الشيخ 20-12، الغردقة 20-11، الفيوم العظمى فيها 17 والصغرى 6، بني سويف 17-6، الوادي الجديد 22-7، أسيوط 18-5، سوهاج 19-6، قنا 21-8، الأقصر 21-8، أسوان 21-8. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كانت كمان تعليمات الأرصاد الجوية. الحمد لله ما فيش أي ظواهر جوية ممكن تأثر على حركتنا اليومية أو أعمالنا اليومية، الشبورة خفيفة وتلاشت كمان الصبح بدري، كمان الأمطار بسيطة وخفيفة ومتوسطة كمان مش بتأثر على أعمالنا اليومية، هي بس درجات الحرارة المنخفضة. ناخد بالنا عشان صحتنا وسلامتنا بألف سلامة، ونرجع مرة تانية لشاذلي ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لما.